ومشاهدينا هلا بننتقل لفقرة الأبراج اليومية. برج الحمل مهنياً استعد لتغييرات مفاجئة ولفرص استثنائية أو لتحرر من قيد أو لخبر مميز قد يقلب حياة بعضهم. عاطفياً كن صبوراً وعاقلاً لأن الأجواء تتحسن اليوم وتعود إليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة. أما برج الثورة مهنياً يتحدث هذا اليوم عن بعض الفرص التي تأتي عن طريق بعض المؤسسات ويشير إلى عودة الماضي للتأثير في حياتك. عاطفياً تصادف شخصاً غاب عنك طويلاً أو تعاود اللقاء بمن افترقت عنه وتعيش أجواء رائعة. أما برج الجوزاء مهنياً يشير هذا اليوم إلى فرص خاصة تأتي عبر بعض الأصدقاء والجماعات وتحقق لك بعض الأحلام. عاطفياً شيء جديد يولد في حياتك العاطفية أو يأتيك القدر بمفاجأة سارة لم تكن تتوقعها على الإطلاق. أما برج السرطان مهنياً يبشر هذا اليوم بالأفضل بل يقدم لك فرصاً مؤاتية للتخلص من الخصوم والأعداء. عاطفياً تطرح جديداً في هذا اليوم وتنطلق باحثاً عن حقائق متشبثاً بآرائك في بعض تصرفات الشريك. أما لبرج الأسد اليوم عنده فرص استثنائية وحظ كبير وعلاقة فريدة وتجربة لن تنساها قد تدق بابك اليوم. عاطفياً يوم إيجابي ومناسب للتغلب على ذكريات مريرة كما أنه يوم مثمر يؤدي فيه الحظ دوراً إيجابياً. أما برج العذراء مهنياً تجبر اليوم على تقديم التنازلات لإيجاد تسوية أو الحفاظ على مركز أو على استمرارية في عمل. عاطفياً قد تجد نفسك أمام استحقاق لابد منه يتعلق بموضوع عاطفي وتتعرقل المساعي. أما برج الميزان فمهنياً يتحدث هذا اليوم عن فرص تأتي عن طريق شراكة وعن عقود واتفاقات جديدة. عاطفياً تناقش قضية زوجية ربما ويخشى بعض البلبلة أو الغضب وكن حذراً جداً ولا تصعد المواقف إذا شعرت بهذا المناخ. أما برج العقرب مهنياً تواجه الكثير من المنافسة في مجال عملك وتحاول أن تتخطاها بحكمة ومن دون أن تؤذي أحداً. عاطفياً كن هادئاً إذا أمكن ولا تحاول فرض آرائك ولا داعي إلى تذكيرك بأن هذا اليوم يحمل خلافات. أما برج القوس مهنياً يشير هذا اليوم إلى مشروع خلاق أو إلى ترقية تستحقها لتفوقك في مجال العمل. عاطفياً كن صريحاً معه. نروح مشاهدينا لبرج الجدي تلوم الزملاء على تصرفاتهم وقد يكون اليوم مسرحا لبعض الإشكالات التي لن تهدد الفرص. عاطفيا إذا صممت على اجتياز الصعوبات يحالفك الحظ وما عليك سوى القيام بالمبادرة.
أما برج الدلوم فرص استثنائية تتعلق بمحيطك الاعتيادي وبمشاريعك الغالية، كل شيء يتحرك بسرعة وتتوصل معه إلى النتيجة المطلوبة. عاطفيا تتمتع بشخصية جذابة ولطيفة ولا بد من أن تلفت الأنظار إذا كنت عازبا. أما برج الحوت يتيح لك هذا اليوم فرصا مهمة للنجاح باستثمار لك أو لتنفيذ بعض الأفكار. عاطفيا لن تحتاج إلى تقديم التبريرات، وكأن الحبيب يتفهمك ويستوعب تصرفاتك قبل أن تتفوه بأي كلمة.